بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. ما زلنا في عرض الشواهد على حفظ السنة المطهرة في زمن النبوة الشريف، فهذا هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. المروية دي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، لو إحنا فاكرين، في كتاب العلم، باب كتابة العلم. كذلك عند الإمام نفس المروية دي موجودة عند الإمام أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، والنسائي كذلك في كتاب العلم، وابن ماجة، ومصادر كتيرة جدا بتثبت هذه المروية وهذا الكلام الذي قاله أبو هريرة، والذي يثبت بدوره وجود الكتابة زمان النبوة كوسيلة من وسائل الحفظ للنص النبوي الشريف. وفي المروية دي اللي بيقول فيها سيدنا أبو هريرة إن ما فيش حد روى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، فيش حد أكتر مني رواية إلا ما كان يكتبه عبد الله بن عمرو بن العاص. فهو المروية فيها بيان إنه ليس كل الصحابة كان يعرف الكتابة، لكن هناك من يعرف ويكتب ولم ينكر عليه ذلك، عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكر أبو هريرة أنه يكتب ولا أكتب. يعني إيه يكتب ولا أكتب؟ يعني هو بيقول هو يعرف الكتابة وأنا لا أعرف الكتابة. وبيفسر هذا الكلام رواية أخرى عن عبد الله ابن عمرو ابن شعيب عن مجاهد والمغيرة ابن حكيم، قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما كان أحد أعلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي
ولا أكتب. يعني هو كان عنده وسيلتين لحفظ الحديث، إنه عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ويعي بقلبه، يحفظ وبيكتب، وهو كمان سيدنا أبو هريرة ما كانش بيعرف يكتب لكن كان يعي يحفظ عن ظهر قلب ما يسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيكمل سيدنا أبو هريرة وبيقول على سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة عنه فأذن له. يعني المروية دي بتورينا أنه كانت كتابة الحديث النبوي الشريف بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت الحقيقة أمر معروف ومعلوم. ولو نفتكر الواقعة اللي حصلت وكنا ذكرنا بيها قبل كده، يعني نستشهد بها ضمن الأدلة اللي بنسوقها في مسألة أن الحديث كتب وتم تدوينه وإنه دي كانت وسيلة مهمة من وسائل حفظ الحديث. الواقعة اللي حدثت دي كما رواها لنا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش، يعني نهى المسلمين من قريش إنه ما يكتبش، وقالوا له إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. يعني فاهمينه كده بالبشريته زي بشريتهم؟ لا، هو بشر يوحى إليه. فلما سمع من مسلمي قريش كده سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص سمع الكلام ده منهم، فبيقول أمسكت عن الكتاب، بطلت أكتب. وبعدين بيقول: ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ إلى فيه، يعني أشار إلى فمه الشريف، وقال لسيدنا عبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق. كل حق، كل ما يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق، لأنه سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح، فكل ما يقوله سواء في الرضا وفي الغضب هو حق. وأذن لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بأنه يكتب، لأن سيدنا عبد الله بن عمرو كان حريص جدا، كل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها هو على طول، طالما حضر المجلس، مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكتب كل شيء عن حضرته صلى الله عليه وسلم. الشاهد فيما استحضرناه من كلام سيدنا أبي هريرة، إن وهو بيحكي على إنه أكتر حد كان بيجلس إلى رسول الله وبياخد الحديث عن سيدنا رسول الله، لأنه كان متفرغ للعلم طبعا، إنه سيدنا أبو هريرة كان يعرف قدر ما تلقاه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمان المروية دي بتثبت وسائل حفظ السنة في العهد الشريف، سواء ما حملته صدور الصحابة الكرام وما حملته كذلك السطور. وربما يقول واحد: طب ده المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه من الحديث أضعاف اللي رواه أو اللي رواه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نرد على ذلك بأنه ده شيء منطقي، لأن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه كان مشغولا بتلقي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفرغ لهذا التلقي. ما احنا قلنا مش كل الصحابة على درجة واحدة في تلقي الحديث، ده شيء منطقي، إن في من الصحابة طبقة مهتمة ومشغولة وعاكفة على تلقي الحديث من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من أي شيء آخر. وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان مشتغل بالعبادة أكتر من التعلم والتعليم، فقلت روايته للحديث، ولأنه كمان كانت أكثر إقامة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بعد الفتوح كانت إقامته كتير جدا، أو دائرة ما بين مصر أو الطائف، بينما سيدنا أبو هريرة كان متصدر في المدينة للعلم وللفتوى، ويعني حمل العلم عن سيدنا أبي هريرة كما قيل في كثير من المراجع، يعني حوالي أو أكثر من 800 أو 800 واحد من التابعين اللي تلقوا الحديث والعلم على سيدنا أبي هريرة، لأنه كان متخصص مشغول في طلب العلم وتعليمه.
وده الحقيقة لم يقع لغير سيدنا أبي هريرة، كما قرره الإمام البخاري لما يبقى له أكتر من 800 تلميذ بياخدوا منه رواية الحديث رضي الله عنه، وبياخدوا منه العلم، جملة العلم الذي تلقاه من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام رقم كبير، يعني كأنه كان معهد علمي له طلاب، ودول من التابعين اللي هو الجيل اللي شاف الصحابة وما شافوش الرسول عليه الصلاة والسلام، تلقوا هذا العلم من سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وكان معهدا علميا بذاته في المدينة في ذلك الزمن. ولابد ألا ننسى كذلك إن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه فاز بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام له، دعاله سيدنا رسول الله إنه ما ينساش أبدا ما يحدثه به من الحديث، وقد تحققت هذه الدعوة لأنه سيدنا أبو هريرة له رواية عظيمة في الحديث، يعني روى كتير جدا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أود إثباته من مثل استحضار هذه المرويات هي إن إحنا بندلل وبنشير وبنفصل القول في أنماط الحفظ اللي كانت موجودة في زمن النبوة للحديث، كل أنماط الحفظ للحديث بكل الأدوات زمن النبوة الشريف. ومن ذلك لما احنا أشرنا إلى كلام سيدنا أبو هريرة عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وحرصه على الكتابة، ده ولد عند بعض الكتبة منهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إنه جمع سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كل ما سمعه وكل مكتوبه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيفة وسماها الصادقة، قاعد كده في مجلس رسول الله يكتب، وما كانش لوحده بيكتب وحنشوف ده، وكان في كتبة تانيين، وكان يقول، والنبي أذن له، أذن له أنه بيكتب، يعني ده كمان في حضور النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيكتبوا. وفي مسألة الخاصة بأنه طب ده في أحاديث أذن فيها النبي بالكتابة وحديث أخرى منع فيها النبي بكتابة الحديث، هنفصل هذه المسألة عشان ما حدش يستغلها، لا إحنا نفهم بس تسلسل الأحداث وليه تم النهي وليه تم الإذن بعد ذلك، هنشوف ده بإذن الله تعالى. وكان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان، حاجتين اتنين يعني مخليني كده إيه سعيد بوجودي في الحياة. شوف إيه الخصلتين دول اللي هو سعيد بيهم؟ الصادقة، إنه هو متشرف جدا وسعيد جدا بتقييد العلم في الصادقة الصحيفة الخاصة بسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي كان بيكتب فيها الحديث في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام وبإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدون فيها الحديث، وعارف ان ده دي بركة كبيرة، وانه عنده ميثاق مكتوب مدون فيه علم وعلم نبوي شريف. فبيقول اللي بيرغبني في الحياة حاجتين، الصادقة الصحيفة بتاعته اللي كان بيكتب فيها، والوهط، يعني دي قطعة أرض كان هنكلم عنها. الصحيفة طبعا زي ما قلنا الصادقة هي الصحيفة اللي بيقول كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوهط فأرض تصدق بها عن عمرو بن العاص كان يقوم عليها، يعني اللي كان مديله رغبة في الحياة السعي في طلب العلم وتعليمه، رغم أنه هو كان مقل في الرواية لكنه دون هذا العلم وشايف أن ده سبق، وهو سبق فعلا، والصدقة الجارية اللي كانت معمولة دي. ومن حرص وشدة حرص سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص على الصادقة أو هذه الصحيفة التي كان يكتب فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحفظها في صندوق، والصندوق ده ليه حلق يعني ممكنة كده حاجة زي الخزنة حتى لا يصل إليها الناس، عشان مش إنه يمنع العلم، عشان ما تضيعش، لأن دي حاجة هو له سبق فيها وكاتب فيها هذا العلم النبوي الشريف. وفي الصحيفة دي الحقيقة في كتير من الأحاديث النبوية الشريفة اللي في الفقه وفي غيره، وهذه الصحيفة أحاديثها احتاج إليها عامة فقهاء الإسلام في استنباط الكثير والكثير من الأحكام، وهي مبثوثة في الكتب الحديثية.
رواها عنه ابن حفيده عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. ومما ورد عن هذه الصحيفة عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله ابن عمرو ابن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أول، القسطنطينية أم الرومية، فدعا سيدنا عبد الله ابن عمرو بالصندوق بتاعه وأخرج الصحيفة وعرف راجع العلم ده، وعشان يوريهم المادة العلمية وإثباتها. وحنشوف بعد كده كمان وسائل الصحابة في إثبات الحذر وتوقي الحذر في تلقي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتأكد منها، ودي سبق للمسلمين. فبيحكي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا. فعرفوا الكلام ده منين؟ من سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو بيحكي كمان إن إحنا كلنا حوالين النبي وبنكتب، مش هو لوحده، في من الصحابة الكتبة اللي كانوا بيكتبوا هذا الكلام، وده إثبات فوق إثبات إن هو نفسه بيكتب، والكتبة اللي كانوا موجودين كمان حول النبي عليه الصلاة والسلام يكتبون كما يكتب. هناك الحقيقة عدد غير قليل من الصحابة اللي كتبوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتبع هذه المسألة، مسألة كتابة الحديث في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام وكتابة الحديث عموما في زمن النبوة الشريف، تتبع هذه المسألة غير واحد من دارسي وباحثي السنة المعاصرين، فوجدوا من ذلك شيئا كثيرا وعجيبا. لكن احنا ذكرنا طرف مما كتبه الصحابة بعلمه صلى الله عليه وسلم ومعرفته، واللي منها كان ما كان يكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر ذلك إلا مكذب بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا ومرحبا بكل السادة المشاهدين، مشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية ومشاهدي قناتنا العزيزة أون، مرحبا بالجميع. نذكر بصفحتنا، صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، بنتلقى أسئلة حضراتكم على الصفحة بتاعتنا، الاقتراحات، أي شيء حضراتكم ترغبوا في إرساله على الصفحة بنستقبله إن شاء الله. إحنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء في رحاب، بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وفي شريف استقبال
استقبال أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. يوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بتفد على الصفحة الرسمية للبرنامج، وطبعا تباعا بناخد مجموعة مجموعة، وبنعرض كمان يوم الأربع فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة. ناخد الأسئلة اللي معانا. السلام عليكم أستاذة آمال. ألو. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك، إزي حضرتك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا ستة آمال، أهلا وسهلا. أنا بحب حضرتك جدا وبسمع لك كتير. ربنا يبارك في عمرك. بس أنا تعبانة نفسيا، معايا ابني الكبير كان توفى. لا إله إلا الله. 20 سنة. والله يا دكتورة مش عايزة أقول لك، أنا اتجوزت 16 سنة واتجوزت مرتين، خلفت أربع عيال. أنا أم وأب طول عمري. شقيانة وتعبانة عليهم من زمان، وحتى جوزي الأولاني ربنا ابتلاه بمرض وفضلت جنبه وما سبتوش، وساب لي الكبير كان عنده 3 سنين والصغير سنة وشوية، واشتغلت كل الشغل. تعبت جدا وربيتهم بما يرضي الله وربيتهم بالحلال، ما كنتش كملت تعليمي ونهاية ابتدائية بس، واشتغلت كل الشغل واصريت ان انا اعلمهم وادخلهم جامعات وثانوية عامة عشان انا مفتقدة موضوع التعليم. تعبت جدا وكنت بصلي الوقت بوقته، وكان ربنا الحمد لله اساعد اي حد باللي اقدر عليه ان شاء الله بمجهود، مش لازم فلوس، مش لازم لا، اي حد محتاج حاجة بقى كويسة مع ده، وما بقولش لحد لا في حاجة. وفجأة مصطفى ابني جاله سخونية وهو كان في سنة رابعة في الجامعة. يا حبيبي. لا اله الا الله. وطلعت على المخ وما كملش 3 4 ايام وراح في غيبوبة. لا اله الا الله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، ولا نقول إلا ما يرضي المولى سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله. والله العظيم كنت بتكلم وقلت وكنت بصلي الوقت بوقته، حتى في الرعاية وأنا قاعدة معايا وأنا الحمد لله. احمدي ربنا إنك أنت وفقتي لهذا، لأن في ناس في سكرة الابتلاء بتنسى انه ربنا سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والارض، فاحنا وولادنا وما نملك كله ملك لله سبحانه وتعالى. فلما الانسان في سكره الابتلاء وشدته فاكر رب وذاكر له سبحانه وتعالى، ده توفيق كبير ليك يا ست امال، فيستاهل الحمد. الحمد لله. يعني انت بتحتاجي ايه يا ست امال؟ تمام ماشي. ما تحتاجين الى ايه اللي تأمريني بيه؟ انا تعبانه دكتوره نفسيا، قعدت سنه ونص اخد علاج ومش قادره اكمل، ومعايا 3 تانيين ونفسيتي تعبانه مش قادره اتخيل. لا، فوضي الامر لله سبحانه وتعالى، والواحد يعرف يعني. هرد على حضرتك باستفاضه، ولكن كده دايما لما تلاقي الاحزان تتكالب عليكي ذكري نفسك بالحقيقه اللي هي الاولى والاخيره، لا اله الا الله، الدوام لله تعالى سبحانه وتعالى. أستاذة إيمان. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذة إيمان، تفضل. أنا كنت متزوجة من سنين كتير، من حوالي 15 سنة، أنا سني صغير، من 15 سنة. كنت متزوجة من رجل كبير؟ لا، أنا سني صغير بس من فترة كبيرة، من 15 سنة كنت متزوجة، قعدنا 3 سنوات وانفصلنا عشان يعني ما ربنا ما وفقناش للانجاز. بعد ما انفصلنا قعدت فتره كبيره، قعدت حوالي 12 سنه اهوت من غير زواج. ستيل ما زال سني صغير. هو عيب الامر ده كان من الزوج ولا من حضرتك؟ لا، ولا مني ولا منه، هو قدر الله. ومين اللي سعى في الطلاق؟ والد الزوج. والد الزوج. وانت بدون زواج، وانت بدون زواج من ساعتها؟ من ساعتها. جيت من خمس من حوالي سنة حد تقدم لي، ده كان بيتقدم لي ناس كتير بس أنا كنت رافضة بقى فكرة الزواج. من حوالي سنة حد قعد يلح عليا حوالي 7 8 شهور، ومهم وافقت عليه. فمن 5 شهور تزوجنا، هو متزوج بأخرى. أنا قال لي إن مراته موافقة، ابتديت أنا ومراته نتقابل، الموضوع عادي، ست لطيفة، ابتديت يعني أكثر من هدايا معاها بحيث ان انا خفت عليها وطئه ان هو تزوج عليها يعني، واقول لها انت احسن مني احنا يعني. هو كان مصارحها من الاول؟
وبعدين بقى اكتشفت بعد الزواج ان هو اصلا كان متجوز بيني وبينها في زوجتين اخريتين، يعني ما شاء الله اتنين كان اتجوز دي كام شهر طلقها واتجوز دي كام شهر وطلقها. هو حد كبير في السن 53 سنه، يعني فرق بيني وبينه حوالي 20 سنه كاملين. يا خبر. مش عايزه اقول حضرتك بقى متدين جدا، قال الله وقال الرسول في كل الكلمات اللي ممكن يقولها لدرجه ان يمسك. المهم بعد الزواج الامر اختلف خالص. بعد الزواج ابتدت هي اتغيرت معايا فجاه، قعدت معايا شهر كويسه، اسافر بره اجيب لها هدايا واجيب لي عيالها، اخد بالي من عيالها، اقول لها اديني حد من دكتور. السؤال بس ايه يا ايمان عشان ما نطولش؟ اللي حصل ان انا ابتدت تخش البيت عندي فتره تسجيلات كاميرات مراقبه جوه بيتي، سرقت المفتاح بتاعه وراحت دخلت قطعت كل هدومي، وراحت سرقت هدوم من ملابسي الداخليه، انا اسفه اعزك الله يعني. وبعدين لما بنواجهه ما كانش مقتنع ان الحارس بتاع الكومباوند انتهيته الى ايه؟ انتهيته الى ايه؟ ان هو انا عايزه السؤال بس يا ايمان، وانا لو في حاجه هسال عنها. رقم واحد فكره انها خدت حاجات من حاجاتي، وطبعا ده اكيد في دماغها حاجه سحر. بعدها باسبوع تقريبا وجهه نظره وكلامه كله معايا اتغير. طيب هي كده اقتحمت خصوصيتك. سؤالك الثاني ده هل الاسلام بيبيح للمراه انها لو زوجها تزوج عليها انها تاذي الثانيه بمنتهى الاريحيه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، لو الزوج تزوج باخرى وهي قادره على الانفاق، وهي مقتدره، هم ملهاش ان هو يصرف عليها وينفق عليها. رقم ثلاثه، يعني لو هو شايف انها معاها تصرف على نفسها ان هو يبيح لنفسه ما يصرفش عليها. بالظبط. رقم ثلاثة دكتور، أنا قلت له طلقني، فراح رامي عليا يمين طلاق فورا كده زي ما أكون بقى حمل وارتاح منه، رغم إن أنا عارف إن أنتِ صابرة، أنا عارف إن أنتِ ما ترديش، أنا عارف إنك بتحسني إلى مراتي وعيالي. مرة واحدة بقول له طلقني، راح مطلقني بسبب برضه موقف. طيب. خلاص أنا فهمت كده يا يمين الطلاق. وهل والسؤال اللي قبلها، يجوز إنه الزوج يترك النفقة لملاءة الزوجة المالية؟ حاضر، شكرا أستاذة سماح. سريعا معلش يا أستاذ سماح. السلام عليكم. عليكم السلام يا ست الكل. والله يا دكتورة أنا أرملة ومعايا أربع أولاد قصر. المهم يعني كنت شايلة مبلغ في البنك، من هو يعني أبوهم كان سايب مبلغ، فأنا شلته في البنك وعملت بيه شهادات. فجاء أخويا يعني تعذر في الحياة وكده هون، فقال لي اعملي لي كارد على الشهادات دي وعشان أنا أشتري بيها عربية وأشتغل بيها وكده. فبعد ما عملت له القرض قال لي انت مش هتتضرري في حاجه وكده هون، انا هدفع القرض وانت مش متضرره في حاجه. بعديها بسنتين جاء البنك بيجدد لي الشهادات، فجددها لي على اقل نسبه في البنك، يعني جددها لي تقريبا على 8% او حاجه زي كده يعني. دلوقتي الشهادات بقت يعني وصلت لحد 30%، وانا قيمه فلوسي بتنزل، وفي نفس الوقت الفلوس اللي هي شهرية ان انا باخدها اللي انا المفروض يعني بقى ده عشان القرض بقى بتاعه. نعم، عشان القرض يعني اللي خده. طب وانت عملتي ايه معاه؟ انا مش عارفه اعمل معاه ايه. هل انا اطلب منه فرق الفرق اللي هو من 8% ل 30% او 27% اللي هو الفوائد الحاليه، ولا اعمل ايه معايا؟ انا مش عارفه اعمل ايه يعني. انا وانت لما جيتي تديه يا سماح ما كنتيش عارفه ان ده قد يؤثر على الامانه اللي معاكي؟ ما هو انا بقى ما كنتش اعرف حاجه زي كده يعني، ما اعرفش. انت دلوقتي عايزه تطالبيه بالفرق بين ده وبين ده، طب وهو هيجيبه منين؟ ما هي دي بقى المشكله. انا يعني اولا خايفه اجي على اخويا، وخايفه اجي على ولدي اليتامى. انا مش عارفه اعمل ايه يعني. انا يعني ما بين نارين. طب خليني افكر فيها دي. يعني اطالبه بالفرق ما بين ال 8% لحد ال 27% اللي هو الشهر. وهل لو هو سدد القرض هيترجع لك الفايده بقى سليمه كامله بعد تسديد القرض؟ بعد ما هو ما يسدد القرض هترجع لي الشهادات بقى عادي، اللي هي هترجع لي بقى على ما هتكون عليه ساعتها. ايوه زي ما هي، ما هي مقفوله، هي الشهادات مقفوله. انا فاهمه. انا مش قادره اعمل فيها اي حاجه، انا مش قادره اتصرف فيها لان عليها قرض. طيب قرض. طيب يا سماح، شكرا شكرا. هنسيب حضراتكم مع الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بتيسير الله تعالى. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. ست أمال كانت بتسأل قبل الفاصل، أنها فقدت ابنها 26 سنة، ابنها مصطفى،
وربنا يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته ويربط على قلبك. وبتقول انها تعبانه نفسيا، وبرغم من الشدائد اللي مرت بيها الا انها لم تترك الصلاه ولم تقصر فيها، شيء جميل. لكن ابشري، اول حاجه الانسان يعني يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. وابشري ببيت الحمد، ده ربنا سبحانه وتعالى إذا الإنسان ابتلي بشيء شديد، وأقصى صورة الإنسان ممكن يعني تبقى فقدها عزيز قوي على نفسه هي فقد الولد في حياة الإنسان، الحمد والصبر والحمد على ذلك بيبنى لصاحبه بيتا في الجنة. فأبشري ببيت الحمد في الجنة. ولابد أن احنا نتذكر ونعلم كما علمنا القرآن أن لكل أجل كتاب. الحياة دار امتحان، دار ابتلاء، من يتصبر فيها يصبره الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله يعني يؤخذ بيدك إلى الجنة في دار السعادة والفرح، لأنها دار ما فيهاش حزن وما فيهاش كدر، ما فيهاش شيء يجعل الإنسان عبوس ولا حزين. ما أطلب منك كثرة الذكر، وخاصة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقبل كده ذكرنا بأنه كثرة لا حول ولا قوة إلا بالله زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا حول ولا قوة إلا بالله، كان هذا الذكر شفاء من 99 داء. أيسر حاجة فيهم، أيسر داء زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الهم، يبقى مع ذلك داخل فيها الحزن والفقد وأشياء كثيرة بتوجع الإنسان وتؤلمه. لا حول ولا قوة إلا بالله بتغير حال الإنسان وبتغير أحوال القلب بصفة قوية وبصورة قوية جدا. فأكثري من قولها ومن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كمان لازم يكون لك نشاط قدر الطاقة في عمل الخير. خلي طاقة الحزن دي تتحول إلى طاقة إنتاج وطاقة مساعدة وطاقة إنه خير الناس أنفعهم للناس، فامشي في عمل الخير. ده بيبرد على قلب الإنسان جدا، وبيعرف إن الدنيا قصيرة مرة. أنفع ما ينفع الإنسان فيها صنيع الخير وخدمة البشرية. وربنا يربط على قلبك، أسأل الله العظيم أن يربط على قلبك. لا إله إلا هو. أستاذة إيمان يعني كانت متزوجة، وبعد كده تزوجت بشخص آخر، والشخص الآخر ده متزوج من امرأة أخرى وهو كان معرفها، وبعد كده اكتشفت أنه متجوز بين الأولى وهي زوجتين كمان من غير ما يعرفوا الاثنين. ضرتها في الأول كانوا أصحاب، وبعد كده انقلبت عليها وبدأت تدخل بيتها وتاخد حاجاتها. فهي ليها كذا سؤال بتتكلم عن إن هي بتهددها، بتسرق حاجاتها، هو كمان لا يريد أن ينفق، إن هي بتضرها كتير. سؤالها التاني إنه هل يجوز للزوج أن يترك النفق على الزوجة عند الملاءة المالية للزوجة ويمين الطلاق. القاعدة الشرعية اللي تعلمناها من الحديث النبوي الشريف إنه لا ضرر ولا ضرار. طبعا أذى الناس عقابه عظيم عند الله تعالى، دعامة. احنا لسه بنذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خير الناس أنفعهم للناس، ما بالنا بقى بالناس اللي بتأذي بعض. عقاب هذا عظيم عند المولى سبحانه وتعالى. ده الإسلام حرم الرائحة الكريهة للمصلي الذي سيذهب وأكل ثوم أو بصل، إنه يروح للمسجد عشان ما يأذيش المصلين في المسجد بالرائحة، مش بفعل مادي قد يؤذي أو يكون أشد من مجرد فقط الرائحة الكريهة التي قد تؤذي المصلين في المسجد. لأن كرامة الإنسان مبجلة ومحترمة ومعظمة، لأن الله تعالى كرم، ولقد كرمنا بني آدم. كمان إنها تدخل وتستبيح، تدخل بيتك وتفتح دولابك، وإن هي تاخد الحاجة بتاعتك، ده إساءة أدب وتعدي على خصوصياتك. ومعلوم إنه في عندنا آداب والأحكام الخاصة بالاستئذان، إنه ده صيانة لحرمات الإنسان وخصوصيات الإنسان. وإنما جعل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. البصر ده في كل حاجة بقى، حاجتي الشخصية، علاقتي في بزوجي، أكلي، شربي، كل التفاصيل. فلابد الإنسان المؤمن أن يتأدب بآداب هذا الشرع الحنيف، حتى لو كنت أنا على خلاف أو عدم وئام، أو إنه كانت الشخص ده كانت هي ضرتي. المسألة دي نقطة مهمة جدا، لابد إنه
يعني ينتبه إليها الناس وبالذات النساء في مثل هذه المواقف. بالنسبة للنفقة، النفقة واجبة على الزوج حتى لو كانت الزوجة غنية، واجبة عليه، ده بيقتضيها العقد. فحتى لو هي عندها فلوس وعندها أملاك وتقدر تصرف على نفسها وانت تزوجتها، يجب الإنفاق عليها، لأن هذا من الحقوق التي يقتضيها عقد الزواج. بالنسبة لسؤال يمين الطلاق، كعادتنا بنحول يمين الطلاق ده لابد أنه يسمع من الزوج بنفسه وليس من الزوجة، فنسمع نروح لدار الإفتاء للتثبت من هذه المسألة صاحبة السؤال. أستاذة إيمان، أستاذة سماح، أرملة ومعها 4 أولاد قُصّر، وكان في هي عاملة شهادات بالمال، المال مقفول عليه يعني، فبضمان هذا المال هي عملت قرض لأخوها على هذا المال عشان تساعده، هو طلب منها كده. بعدين بتقول القرض ده أدى إلى أنه نسبة الفوائد بتقل وصل ل 8%، في حين أنها ممكن توصل ل 30 حسب النسب الموجودة، وصل لغاية 30%، ففي فارق كبير أو أقل من كده بشوية حسب نسبة الأرباح اللي موجودة ومعلومة. فبتقول دلوقتي اللي ينفع أن أنا أطالب أخويا بالفارق ده؟ يعني أولا أنا بس حابة أن إحنا قبل ما نعمل التصرف نسأل دايما الإنسان كده، قبل ما يعمل أي تصرف يسأل، ما تاخدوش العواطف على حساب الحقوق التي سيسأل عنها يوم القيامة. وبعدين إنسان يورط نفسه، بعد ما يورط نفسه على العموم لابد من مراجعة الجهة القانونية المشرفة على أموال القُصّر، دي نقطة مهمة جدا، وبرضو لأنه المال ده أمانة معاكي. وطبعا لازم أكد أنه أي خطوة الإنسان بيخطوها يجب دراسة الأمر جيدا، والأولى أن حضرتك تكلمي أخوك وتقولوا له لابد من الإسراع في سداد هذا القرض مراعاة لأموال الأطفال القُصّر، والأمر ده هيكون بينك وبين أخيك طبعا إن شاء الله يكون على التراضي فيما بينكما، لكن ما فيش بين إيديكي إلزام شرعي أو قانوني على الأخ بأنه يسدد الفارق الأرباح على هذه الشهادات، لأنه ده كان تسرع منك بدون دراسة وبدون معرفة. فكل اللي تقدري تعمليه قولي له استعن ولو بحد من أصدقائك، حد من الأقارب يساعدك في ضرورة سداد هذا القرض لأتمكن من الإنفاق على صغاري، لأنه أخذك لهذا القرض بيقلله لنسبة 8%، وده ما يعنيش على إني أقدر يعني أوفي لهؤلاء القُصّر الطلبات بتاعتهم. صاحبة السؤال الأستاذة سماح، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة،
اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اجعل لهم ولنا فرجا ومخرجا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.